السلام عليكم الاخوان والاخوات الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنهضروا فيه على الاوبير، كيفاش الطريقه ديال البحث، كيفاش انك تلقى عائلات اللي كيقلبوا على بنات، ولا بعض المرات كيكونوا تدري قليل بزاف، ولا بعض المرات كيكونوا تدري، المهم اللي كيقلبوا على الاوبير، العائلات الالمانيه اللي كيقلبوا على الاوبير. غنشوفوا بعض لي سيت، واحد جوج ديال لي سيت اللي هما كبار واللي معروفين واللي فيهم الناس كيحطوا لي زانونس ديالهم، يعني العائلات اللي يكونوا كيقلبوا، اكثريه العائلات كيحطوا في هاد لي سيت، هادو كيحطوا هادوك لي زانونس ديالهم باش انه الناس يتواصلوا معاهم ويديروا معاهم هاد القضيه ديال الاوبير. فيديوهات سابقه كنا هضرنا على الاوبير، شنو هما الشروط ديالها، كيفاش انك ديرها، شنو الفيزا ديالها، شنو كتحتاج الى اخره، المده، بزاف ديال الحوايج هضرنا عليهم فيديوهات سابقه، واحد الفيديو حتى هو اللي غنحطهم لكم تحت هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله كما قلنا غنشوفوا اوبير كيفاش اننا نلقاو، كيفاش اننا نلقاو العائلات اللي نقدروا نديروا عندهم اوبير. كتجيو كما كتشوفوا جوجل، كاينين جوج اللي معروفين، انتم الا كتبتوا غير اوبير بحال هكا راه غيطلعوا لكم، اولا تكتبوا اوبير، الاول سميتو اوبير بوان كوم. غندخلو نوريكم الطريقه كيفاش انكم طريقه البحث فيه كيفاش دايره. هنا تمشي لهذا ما ديش نخوارز، اولا هنا اولا هنا اوبير بوان كوم. هنا كتجيو ملي كتدخلوا كوست لوز ان ميلدن الس فاميلي، كوست لوز ان ميلدن الس كانديدات، هنا يعني تقدر انك تسجل معاهم بالايميل ديالك كما كتشوفوا هنا بالايميل، اولا وهنا الباسورد ديالكم زعما، وكديروا اي لوغ كتسجلوا معاهم. هنا الا كنتي مسجل كتدخل هنا، ما كنتيش مسجل كتكليك هنا. الا كنتي بالنسبه للعائلات، اما بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على عائلات، يعني الناس اللي باغيين يخدموا كاوبير كي سيبو هنايا، الا بغيتي تسجل معاهم يبقاو يجيوك الى اخره، الا بغيتي تكونتاكتي العائلات ايضا خصك تكون مسجل معاهم. حنا غنشوفو دابا اللي كيهمنا هو فاميلي فين، يعني انت كتقلب على عائله ماشي كتقلب على شي واحد اللي يخدم عندك، يعني تمشيو لهاد الزرقاء هادي. ملي كتدخل لهاد الزرقاء هادي هنا كتلقى اوبير اوس دي غانسن بيلت، يعني من العالم كامل. هنا كما كتشوفوا هنا نتوما كديروا على حساب داكشي اللي بغيتو اوبير الى اخره، هنا بالنسبه للدول، هنا بالنسبه للمكان في الدوله الى اخره. المهم حنا كنجيو كتقلبوا على المانيا، يا اما دويتشلاند ولا جيرماني اللي كانت مكتوبه كاد القاوه دويتشلاند ما مكتوبهش، يعني غتكون مكتوبه جيرماني هي ما بانتش ليا. نعاودو من الأول نشوفو دويتشلاند هي الأولى عندي، هاهي دويتشلاند، يعني كتختار دويتشلاند. هذا دابا اختاريتي البلد، هنا غيطلعو لك جميع العائلات اللي كيقلبو في ألمانيا على أوبير ياك. هنا مازال عندك تقدر تشوف واش كروستات، واش بغيتي مدينه كبيره ولا مدينه صغيره، ولا واخا تكون غير قريه زعما، في واحد ماشي في مدينه، في قريه اللي صغيره، بزاف ديال الحوايج هنا تقدر تخليهم خاوين، تقدر تعمر اللي بغيتي. لما اختاريتي شي حاجه كيعطيوك كلشي، من الاحسن انكم ما تخسروش. الانسان كيكون كيقلب ما يبقى يتشطر، ما يبقى يتشرط زعما. هنا فاميلي ناسيوناليتي هذه ضروريه باش انكم تختاروا المانيين، يعني لانه هذا شرط من الشروط ديال القنصليه ان العائله اللي تجيكم تكون المانيه. هما كيقولوا ان اللغه ديالهم اللي يكونوا كيتكلموا بها هي الالمانيه، لكن من الاحسن انهم يكونوا الماني، لانهم اللي كانوا من دوله اخرى انتم ما تكونوش عارف، القنصليه ما تكونش عارف واش الناس كيهضروا بالالمانيه ولا كيهضروا بلغتهم. دونك فاحسن حاجه هو انه تشوفوا عائله اللي تكون المانيه، يعني غنجيو هنا تقلبوا على ناسيوناليتيت دويتش، هاي كما كتشوفوا هنا تختاروا دويتش، كيتعاود اكتواليزا هادشي هذا، وكيطلعوا لكم ديك الساعه العائلات الالمانيه. هنا اوفن تال ستوا، يعني شحال المده ندوزو فيديو، بحال بلا اختاريتي من 7 شهور ل 9 شهور، ما غيطلعش لك الناس اللي كيقلبوا على اوبير غير واحد المده ديال 4 شهور بحال هكا تقريبا. المهم نتوما تقدروا تختاروا من 10 من 10 شهور ل 12 شهر، ولا من الاحسن تخليوها خاويه، يعني اون فيستيش ماشي ضروري شحال المده، يعني تخليوها خاويه احسن لكم. هنا كيقول لك شنو هما، شحال ديال الاطفال اللي بغيتي انت انك تكون غتقابلهم، شحال ديال الاطفال، واش واحد ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه الى اخره.
يعني من الاحسن انكم تخليوها هي خاويه، تخليوها اون بيشيش، يعني باش يطلعوا لكم اي شحال ما كان بيكون عندهم جوج ولا ثلاثه ولا واحد، يطلعوا لكم كاع العائلات. هنا كتشوف الالتا يعني الاعمار ديال هاد الاطفال هذه، واش يكون ما بين 0 و1، واش يكون ما بين عام و5 سنين، واش يكون ما بين 60 و10 سنين الى اخره. هادو حوايج اللي من الاحسن انكم تخليوهم خاوين. الا كانوا بحال البنات ولا هذه اللي بغاو يخدموا غير مع دري صغار اللي باقيين يلاه صغار يلاه مزيودين، هذه ممكن انكم عندكم الحق انكم هنا تعزلوا بحال بهم غير من 1 حتى 5 سنين. ملي كتشوفوا من 1 حتى 5 سنين هنا كتاكتواليز هذا الشيء، كيوليو طالعين قلال، ماشي بحال داك الشيء اللي كيكون طالع كلشي. هنايا قلنا هنا العمر ديالك داين الزا، يعني العمر ديالك كتختار شحال العمر ديالك نتا غوخصو، واش كتكمي ولا لا، كتختار واش اه ولا لا، اه او لا اه ولكن غير خارج المنزل، يعني ماشي داخل المنزل. وناين هي ما كتكمي ما والو. هنا قاش ليش واش بنت ولا دري، مين ليش يعني راجل، او لا فايب ليش يعني انثى، يعني ذكر او انثى. هنا ستارت داتوم يعني امتى تقدر تبدا، امتى تقدر تبدا، واش تقدر بحال بعدنا هنا دابا حنا في فبراير، واش تقدر تبدا في مارس، واش تقدر تبدا في ابريل، وهذه نظرا للتيرمي اللي معطل بزاف على حتى الناس ديال الاوبير معطل عليهم بزاف. ف من طبيعة الحال خص الناس يشوفوا مورا واحد 8 شهور ولا هادي عاد يشدوا الموعد، ولا يشدوا الموعد هو الاول ومن اللي يقرب عادي يبداو يقلبوا على حسب نتوما اللي بغيتوا. غير الحاجه اللي خصكم تعرفوا ان بزاف العائلات كيكونوا حتى هما ماشي كيحطوا لانونس ديالهم وكيقول لك بغينا من اليوم ولا من غدا. مثال ناخذ غير مثال، هو قدامنا هنا هو يوني 2020، يعني واحد 4 شهور عاده يحتاجوا الناس، يحتاجوا اوبير، ولكن كيكونوا حاطين العرض ديالهم من دابا. المهم هذا ستارت داتوم كما قلنا، انت تقدر انك تبدا زوتي ناخ هنا يا تولي ريجستري، زعما اي اخر واحد تسجل هنا، ولا اكتيفيتي على حساب زعما حسب زعما واش عليه الطلب ولا هذه الى اخره. المهم هذه من الاحسن انكم تما ما تحزلوهاش، المهم يطلع لكم كلشي. ملي كتختاروا هادشي كامل ساعه كيطلعوا لكم العائلات، ملي كتطلع لك بحال هذه العائله هي الاولى، كيطلع لك في يعني المده ما بين 10 شهور حتى 12 شهر. شتات امتى غتبدا؟ في يوني 2020. كاين دا شحال ديال الاطفال عندهم جوج. شتات المدينه مينزينغن ليندليش جيهالت، يعني غيعطوك 260 اورو في الشهر. هاد 260 اورو راه كتكون 260 اورو كتكون بحال نقولوا فلوس ديال الجيب ديالكم، لان العائله اللي كتجيبك كتكون هي اللي كتخلص عليك، كتكون ساكن معاهم اول حاجه، كتكون الماكله على حسابهم وبزاف ديال الحوايج لاسيرونس الى اخره. المهم هنا كيوليو يطلعوا لكم ملي كتختاروا داكشي اللي بغيتو نتوما، كيبداو يطلعوا لكم العائلات. ملي كتشوف بان هذا الشخص ولا هذه العائله كيناسبوك كتدخل كدير انزين، يعني شوفوا انا ما مسجلش معاهم، الا كنت مسجل معاهم هي ماشي سو ديزا فاميليا كونتاكتيغن هوم تو اونز بين دون اخ كان كونتو باي اوبير بوان كوم هاست، يعني الا ما كنتيش داخل خصك تسجل معاهم. ملي غتسجل معاهم غتلقى هنا يعني ناخرج، تلقى ناخرج زين ولا ناخرج تشيكن ولا شي ولا كونتاكتي ولا شي حاجه بحال هكا، يعني منين غتقدر تكونتاكتي هاد العائله ساعه غتكليكي هنا وغتكتب لهم الميساج ديالك. كتكتب الميساج ديالك عادي بانك راك مهتم باغي دير اوبير هادي انت من المغرب كذا 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 الى اخره. وديك الساعه كتبقاو ديروا هذه القضيه مع بزاف ديال العائلات حتى كتكون شي عائله اللي كتكون مناسبكم. ومن الاحسن انكم تشوفوا العائلات اللي يكونوا ماشي غير بداو في واحد شهرين ولا 3 شهور ولا هذه، على حساب الموعد ديالكم، لان الموعد كيتعطل تقريبا واحد 8 شهور ولا بحال هكا. المهم هذا كان السيت الاول اوبير بوان كوم، فيه بزاف ديال العائلات اللي كيحطوا الطلبات ديالهم ولا اللي كيحطوا داكشي ديالهم. موراها كاين اوبير وورلد، هذا زا هو فيه بزاف ديال الناس كيحطوا فيه بزاف ديال الناس. هو اوبير وورلد فين دو هويت داين اوبير او داين فاميلي، يعني تلقى اليوم تلقى العائله اولا الاوبير اللي كنتي كتقلب عليه. هنا كما كتشوفوا غاس فاميلي فين ولا اوبير فين، لازم تجيو ديما نتوما كتمشيو للفاميلي. فهداك الاول ما عقلتش عليه واقيلا كانوا الس فاميلي ولا الس اوبير. المهم هنايا غاس فاميلي فين يعني تلقى العائله المستضيفه او المضيفه. هنا كما كتشوف هاد اوبير في حاجه اخرى من الاول كيعطيوك
اول حاجه كيعطوك واحد شنال زوغ، يعني تقلب بطريقه اللي سهله كيسهلوا عليك. هنايا اش كوما اوس، يعني انت من اي دوله جيتي كتختار لهم الدوله، اي دوله كتبتي لهم دوتشلاند ولا اي حاجه، المهم اي دوله كتبتي لهم ماشي مشكل. الدوله ديالك زعما انت بطبيعه الحال اش بين، واش انت انثى او لا ذكر؟ كنتي انثى كتكتب انثى، كنتي ذكر كتكليكي على ذكر. شتا داتون يعني امتى تقدر تبدا فريسنس، يعني بحال ما انت خدام دابا ما مساليش، تقدر تبدا حتى شهر 4، يعني اقل حاجه زعما بالزربه الا كنتي غتبدا بكري هي شهر 4، يعني تقدر شهر 4 شبيت شبيت السنس، يعني بحال ما تقول لهم انا نقدر نبدا من شهر 4 حتى شهر 6، فهمتيني؟ عندك اقرب وقت تقدر تبدا فيه هو شهر 4، ابعد وقت تقدر تبدا فيه هو شهر 8، يعني غيطلعوا لك غير الناس اللي غيكونوا من شهر 4 لشهر 8، الناس اللي غيكونوا غيبداو شهر 3 ما غيطلعوش لك، والناس اللي غيكونوا غيبداو حتى شهر 9 ما غيطلعوش لك، لان انت كتعطيهم حدك شهر 8. فهذا هنا هذه القضيه باش مزيانه، باش ان الناس اللي كيكون عندهم ترمين باقي ما خرج لهم، باقي الترمين ما عطل عليهم، كيختاروا بحال بنزا شديتي المواعيد في شهر 1 موعد غيجيك حتى شهر 8، كتختار هنا 8 2020. شبيت السنس من الاحسن انكم ما تختاروهاش، ماشي ضروري. هنايا اش ماشي اوبر Wir werden in Deutschland natürlich. Wo ist ja Deutschland? هنا Aufenthaltsdauer، يعني شحال المده اللي انت بغيتي تبقى في المانيا، اللي غتجي تسمع ملي غتختار 12 شهر كما شفنا في هذاك السيت الاخر، من 10 الى 12 ولا من 1 الى 5 والى اخره. هنا كتكتب لهم يا اما 12 شهر يا اما 9 شهور يا اما، يعني غيطلعوا لك العائلات اللي كيقلبوا على اوبير لواحد المده ديال 9 شهور، الى اختار ديال 9 شهور ولا المده ديال 12 عام. من الاحسن اي انها تايا تخليوها خاويه وتكتب تكليك على زوخ نفسها، كاع الاشياء اللي يبقاو يقلصوا النتيجه ويبقاو يطلعوا لكم ناس قلال، فمن الاحسن انكم تخليوهم. الا كانت شي حاجه من غير شي حاجه اللي ضروريه هي انكم تعطيوها، الا كانت شي حاجه اللي غتقلص وغتصغر لكم النتيجه من الاحسن خليوها باش يطلعوا لكم عائله اكثر، وهكا كيكون عندكم حدود اكثر باش ان شي عائله تفاهم معاكم. هنا كما كتشوفوا كريستينا من باتن فيرتنبرغ، هاد باتن فيرتنبرغ هي واحد الولايه في المانيا، ولايه في المانيا اللي فيها مدينه شتوتغارت، شي مدينه المدن اللي كبار من المانيا، عندهم ثلاثه ديال الاطفال ما بين 4 و 12 عام. ستات هنا غيبداو في جوج 2020 حتى 11 2020، يعني دوام من شهر الى 12 شهر. هنا كيكونوا العائلات كاتبين واحد الميساج ديالهم صغير، هالو لايدا كاين فيا فيني مان يبان نزوما اوف نيمن. هنا قالوا بانهم ما يقدروا شي واحد في الصيف، هما محتاجين من جوج حتى 11، ولكن في الصيف ما باغينش. هاد الميساج بعد المرات كيكونوا ضروري، انهم كيكونوا اسمي فيهم حوايج اللي خصكم انكم تعرفوهم. وكما قلنا بالمستوى ديال من ضمن الشروط ديال الاوبر فهو فقط الاينس، يعني ماشي مشكل انك ما تفهمش بزاف ديال الحوايج اللي كتبوا هنا، ماشي مشكل انك ما تفهمهمش، لان من ضمن الشروط هو فقط الاينس لواحد المستوى اللي ماشي مستوى زعما اللي مالك يكونوا كيهضروا لغه مزيان، كتكون تفهم شي حوايج اللي قلال. وهنا وثاني كتشوف هنا بحال هادو هما هاد المثال اللي قلت لكم بانه ايضا كيكونوا بعض المرات الدراري تما كيكونوا مقبولين. هاي فيا زوخن اوبر ميتشن، يعني بنت، او دا اوبر يونغ، يعني دري العمر ديالهم ما بين 18 و دغايسش ما بين 18 و 30 عام. هنا اوس الم اوس الم لاندان، يعني من اي دوله كانوا جايين ماشي مشكل. كاين الناس اللي كيحدو كاين اللي ما كيحدوش، كاين اللي كيقولوا ثاني يكون من المانيا، كاين اللي يكون من هنا، كل واحد وشنو. وهاد الناس هادو علاش كيختاروا ايضا ناس يكونوا من خارج المانيا؟ لانه كتجيهم ساهله ورخيصه بانك تسكن معاهم، كتسكن معاهم داكشي كيتقام عليهم داكشي واخا رخيص، عليه الا كان دار اوبير من المانيا. الا دار اوبير من المانيا راه كيكون كيخلصوا واحد 12 ولا 14 اورو للساعه اللي يكون كيخلصوا، وخصو يخلص عليه الضرائب وخصو يخلص عليه بزاف، يعني كيطلع عليه داك الثمن غالي بزاف مقارنه مع الا جاب واحد من خارج المانيا كيتقام عليه رخيص رخيص بزاف. هنا هاما ميا انفو بحال ما بغيت مازال معلومات كثر. هاد السيت هذا صراحه فيه بعض المعلومات كثر على السيت الاخر. هنا بحال ما قال غاو خندس اوبر اكسبتيات، يعني كيقبلوا الناس واخا يكونوا كيكميو كيقبلوهم. غاو خا ان دا فاميليا، لا يعني ما هما ما كيكميوش في العائله ديالهم ما كيكميوش. المهم فيغ عشان افادليش، يعني واش
البيرمي ضروري انه يكون عندكم، لا المهم الى اخره ما بقاش تقراو المعلومات كاملين، المهم معلومات اللي كيكونوا مزيانين وكتعرف انت من الاول انك صيفط العائله باش مناسبك ولا ما مناسبكش. كما قلنا الى قريتي العائله اللي مناسبك وهذه بغيتي تصيفط لها ميساج، كتجي هنا يس الس او بي ريجستريان وكتصيفط، ديك الساعه كتولي عندك الحق انك تصيفط ميساجات عن طريق هاد الصفحه هذه ديال اوبير وور. كما شفتوا هما بزاف ديال العائلات اللي كتلقاو، ملي كتهبط لتحت كتلقى جوج الى اخره. هنا كاينين غير جوج ديال الصفحات نظرا لان اللي عطيت هنا شبيتنس نبدا في شهر 8 2020. الا انت خليتي هذه مفتوحه وهذه مفتوحه فكيطلعوا لك عائلات كثر، شحال ما قلصتي هنايا اختاريتي بزاف ديال الاختيارات شحال ما كيكون النتيجه صغيره، لانك انت كتبغي غير واحد العائلات اللي كيكون عندهم واحد الحوايج اللي انت اختاريتيهم بحال بقى انت يبداو انت التالي الى اخر شحال عندك الاولاد الى اخره. المهم كان هذا هو الفيديو، نتمنى انكم تستافدوا منه وتعرفوا الطريقه باش انكم تقلبوا على العائلات بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا اوبر في المانيا. والسلام عليكم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.